اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه المعلومه الوجيزه اريد فقط ان اذكركم بانه اليوم قد تم اصدار هذا الخبر، الا هو تركيب عدد من الكاميرات لرصد التجاوز على اليمين. ما معنى التجاوز على اليمين؟ اي انك مثلا عند اللفة يكون صف تبع السيارات وبتجي على اليمين عشان تجاوز. فيرجى الانتباه الى انه هذه الكاميرات في حالة تم رصد اي مخالفة على التجاوز ثمن هو 1000 ريال كمخالفة، وعند تكرار المخالفة على نفس السيارة يتم حجز السيارة. فوجب التنبيه بهذه الاشياء. وكذلك المعلومة الثانية انه لا يوجد خصم على هذه الغرامة، أي 1000 ريال تدفع 1000 ريال، ما فيش قبل شهر تدفع 50%. فهنا الفيديو الخاص تبع الوزارة بخصوص هذا النوع من المخالفة كما تلاحظون. فهنا التجاوز من اليمين كما تلاحظون من هنا، مثلا في صف تبع السيارات تأتي من اليمين. هذه الحالة تحدث كثيرا في الطرقات، فغالبا قد تم تثبيت كاميرات عند هذه المخارج أو المداخل. وأعيد بالذكر بأن المخالفة لا يوجد فيها تخفيف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.